دكتور محمد الفيد، نعم. سؤالي: هناك حميات قاسية تؤدي إلى العديد من المشاكل، وهناك عقاقير أيضا تؤدي إلى أمراض قد تفتك بصحتنا. بصفتكم خبير في التغذية الصحية، كيف يمكن تخفيف الوزن دون مشاكل؟ ولكن بداية عرفنا بالسمنة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المشكل، السمنة، الآن وأصبح مشكل العصر، وما كان للأمة الإسلامية يعني أن يكون لديها هذا المرض. لماذا؟ لأن السمنة هي معاكسة لأدب الطعام وللتغذية في الإسلام، هي معاكسة تماما. فهناك يعني نوعان من السمنة. النوع الأول يتعلق ببعض الأدوية، هناك بعض العقاقير التي تزيد في وزن الجسم، اللي هي معروفه يعني، بحال الناس اللي كياخذوا هرمونات الغده الدرقيه، والاشخاص مثلا اللي كياخذوا حبوب منع الحمل. هناك نساء عندهم مشكل ديال حبوب منع الحمل، كذلك تزيد في الوزن. ثم الاشخاص اللي كياخذوا الكورتيكويدات، خصوصا اذا كانوا كورتيكويدات ستيرويديه، هذو الكورتيكويدات تاهما كذلك كينفخوا الجسم، يعني كيزيدوا في الانتفاخ ديال الجسم. فهذا هذا ليس سمنه، هذا نوع ديال انتفاخ الجسم والزياده في الوزن، عنده يعني سبب أسباب ديال الأدوية، يعني هذو أسباب معروفة. السمنة اللي الآن اللي نتكلموا عليها إن شاء الله هي السمنة التي تتعلق بكمية الأكل أو بطبيعة الأكل. فنلاحظ أولا على أن لماذا لم تكن سمنة في الستينيات والسبعينيات والآن كاين سمنة، خصوصا عند الأطفال. هذا غادي يبين لنا، لأن النظام الغذائي في الستينيات والسبعينيات كان نظام نباتي، الآن أصبح نظام لحم أو نظام مختلط أو نظام تطغى فيه اللحوم والأجبان. وهذا النمط الغربي، نمط العيش الغربي، يعني ليس هناك سمنة مثلا في الدول الآسيوية، يعني في الصين والهند والمن، ليس هناك سمنة في الدول الآسيوية لأنهم نظام نباتي، لأنه عالم نباتي. فنلاحظ على أن حمض ستيريك أخذ يرتفع في الأغذية، هو الآن ليهلك الناس، يعني حمض ستيريك والحمضيات الغير مشبعة من فئة 1 و2 و3 هي حمضيات الآن انخفضت. لماذا؟ لأن الطبخ ما بقاش بزيت الزيتون ولا طبخ بزيت المائدة، كيتزاد الأوميغا 6 يعني كيتزاد ستيريك، ثم أنها لحوم دسمة كذلك فغادي تزاد. إلى جمعنا اللحوم مع الأجبان فيها أكثر من 60% ديال الدسم، فإذا جمعنا هاد الاثنين غادي يولي عندنا شحم حيواني، والشحم الحيواني هو الذي سيخزن في الجسم. هذا من جهة. من جهة أخرى الإفراط في الأكل، لذلك قلت في البداية أن هذه الأشياء منافية للشريعة الإسلامية، وأن الإسلام يتشدد مع الإفراط في الأكل، لأن لما نجد الوصف القرآني لأن الله سبحانه وتعالى يشبه الإنسان الذي يأكل طول الوقت بالأنعام. لماذا؟ لأن الأنعام الأربعة هي الحيوانات التي لا تتوقف عن الأكل طول الوقت. حتى الإنسان خلق الله باش يخرج للعمل، يمشي للحقل ويمشي للورشة ديالو ويمشي للمكتب ديالو، أنه خلق الله باش يتحرك للعمل وللقوت، ثم أن هناك أوقات يرتاح فيها ويأكل فيها. أن الإنسان الآن ولات الأوقات ديالو كلها أوقات أكل، بقينا نعرفوا الناس واش ياكلوا مع 10 ولا مع 12 ولا مع 4 ولا مع 6 ولا مع 12 دليل، يعني الأوقات كلها أوقات. هذا خطأ وخلل. وأن يعني القرآن فيه الأكل آيات عديدة على الأكل، القرآن الذي يتعلق بالأكل كله مقيد، ليس هناك كل واشربوا في القرآن، ولكن كل واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم كيفاش نقصوا من السمنة، يعني ما يتسناوش الناس على انهم غادي ينقصوا السمنه في شهر او شهرين. نعم، هذا من المستوى، الا غادي يهلكوا الجسم ديالهم. السمنه كما تبنات هي بالعكس، هي كتبنى بسرعه، ولكن ملي كنبغيو نهدموا هذيك الشحوم كنهدموها بشويه، يعني كتمشي بسرعه بطيئه جدا. وكاين هذا النقطه الاولى، ما يتسناوش الناس انهم غادي يرجع الوزن ديالهم جيد بعد شهر وشهرين. هذه ولا ننصح بحميه انها تهدم هذه الشحوم هذه في اقل من سنه، يعني 6 شهور فوق. النقطة الثانية المهمة جدا اللي خص المستمعين علي ان يحفظوها، هو ان هذاك النظام اللي غادي يحطموا به الشحوم، النظام اللي غادي نقص لهم الوزن، هو النظام اللي غادي يبقاو عليه. لان الخطا الان اللي واقع هو ان كاينين شي نساء كيديروا واحد الحميه وكانهم مسجونات، كيتسناو انت يخرجوا من ديك الحميه باش يرجعوا ياكلوا. هذا هو الخطا، لان هي كتقول لك انا غنقص لك غترجع تاكل. يعني هذاك النظام اللي غادي يعملوه هو نظام غادي يدي واحد المده طويله، ولكن نظام غادي يولفوه الناس وغادي يحفظوه وغادي عليهم يتكيفوا معاه ويبقاو عايشين به. وهذا النظام هو نظام اللي قلت الان، نظام نباتي، غادي يشربوا اكثر من شرب الماء، يتحركوا النساء 3000 حتى 5000 متر
3 كيلومتر حتى 5 في اليوم حركة، بالنسبة للرجال من 4000 حتى 6000 في اليوم، يعني متر ماشي كيلومتر، متر يعني متر. 4 كيلومتر 4 كيلو حتى 6 كيلو في اليوم حركة بالنسبة للرجال. الحركة لابد من الحركة عامل أساسي يعني في باش الجسم يبقى جيد، حتى الفيزيولوجيا الجسم، حتى ضربات القلب، حتى الدورة الدموية، حتى التنفس، الأكسجين، الهيموغلوبين، هذه الأشياء تحتاج إلى حركة، تحتاج إلى إدخال الأكسجين يعني بكمية كافية. الحركة هي عامل أساسي. ثم النقطة الثانية هو النظام النباتي اللي فيه الألياف الخشبية، فيه الحبوب، الشعير، الخرطان، فيه الذرة، فيه القمح بالنخالة. النظام النباتي في كذلك القطاني، النظام النباتي مع سمك في الأول حتى يبدأ الوزن ينقص يعني بشوية، ومن بعد الناس ممكن يأكلوا اللحم مرة في الأسبوع ولا شيء، ما كان معنا مشكل. على مستوى طبيعة الأكل تكون نباتية، على مستوى كمية الأكل يكون وجبتين أو ثلاثة في اليوم، ثم ما يكونش اختلاط، ما يجمعوش الناس اللحوم مع السكر، الله يجازيهم بخير، ما يجمعوش الناس اللي تغداو ما ياخذوش هذيك الفواكه، الفواكه تتخذ لوحدها، تتخذ مع الربعة العشية، تتخذ مع العشرة الصباح، ولا يفطروا بها ولا ياخذوها في الليل، ممكن ياخذوا فواكه في الليل يعني. ولكن فواكه مع الوجبة هذا خطر، لماذا؟ لأن الجسم كياخذ هذيك السكريات ديال الفواكه وكيخزن اللحم وهذيك المسائل اللي كياكلوا الناس مع الغداء، ولا دابا عادة، وعادة سيئة وما قدرناش نتخلصوا احنا من هذه العادة السيئة الآن اللي من بعد الاستعمار عاد ولات في المجتمع المغربي، اللي هي الديسير اللي كنسميوها احنا الديسير في المغرب، ملي كياكلوا الناس الفواكه من بعد الوجبة. ديما الناس ملي كيتغداو كاين مع المرات كيكون الضيوف كيكون وجبتين، كيكون اللحم جوج الأنواع ديال اللحوم وجبتين، زائد البسطيلة ولا المحنشة ولا شيء، زائد الفواكه الطرية مثل التفاح، الموز. فهنا كيولي الإنسان ظلم نفسه، لقد ظلم هذا الجسم ديالو، ظلمه. علاش؟ لأن حتى الله سبحانه وتعالى من اللي كيخلق هذاك الجسم كيمشي بواحد الكمية ديال الطاقة، إلا أعطيتي طاقة كثيرة فيعني أنت يعني تعديتي هذه الحدود اللي خلقها الله سبحانه وتعالى لهذا الجسم هذا. ولذلك أنا أقول بأن الحل في الشريعة الإسلامية وليس في العلوم الحديثة ولا في الطب، الحل في آداب الطعام وفي طريقة التغذي في الإسلام، وليس في ليس هناك حل، ليس هناك حمية سحرية. أنا أتحدى أن تكون حمية سحرية، وأنا يعني أعلم الناس بهذا النظام الغذائي وهذا يعني علم التغذية، إلا النظام اللي كيرجع الناس للأصل ديالهم، النظام النباتي مع شرب الماء والحركة والصيام كذلك، لما لا يصوموا الناس. غير المشكل الناس من اللي كيصوموا أنهم كياكلوا في العشية أكثر من لو كون فطروا، من اللي كيكون الإنسان صايم يكتفي بواحد القدر بسيط في العشية، تمر معاه شي حريرة ولا حسوة ولا حمص ولا حاجة فقط، راه صايم، ماشي حيت صايم خصهم يعمروا ليه المائدة وراه صايم، حيت إلا كان غادي يصوم غير اللي يأكل لا يصومش يعني. لا لا لا، لان هنا الناس ما فاهمينش الغايه من الصيام. المقاصد الشرعيه ديال الصيام انك صمت وجعت لله سبحانه وتعالى، وماشي صمتي باش تاكل في العشيه، لان كاين اللي وسع عليه الله، نعم نطلب الله يزيد ويزيد يوسع عليه، ولكن كاين اللي حيت وسع عليه الله كيبقى خصو يتمتع بديك المسائل، ان حتى الناس اللي ملتزمين واللي الناس اللي كيصوموا الاثنين والخميس انهم ياكلون في المساء اكثر من لو كان فطروا، لو كان فطروا يكون احسن، لانهم غاديين يريحوا بعدا غير الامه شراء هذيك المنتوجات اللي كنستوردوها حنايا. فهنا ومع المرات كتسمع الناس من الربعة وما تيوجدوا الاستفلال لانه صايم، هذا خطر، هذه ليست من الشرع وليست من أزمة، لان مول الدار صايم من الربعة وما تيطيبوا وجدوا باش يعمروا ديك المائدة، هلا ليس شرع ليس لا لا. فالناس يصوموا ويتحركوا كما كيتحركوا لو كانوا فاطرين، وفي العشيه يكتفيوا باكل بسيط راه بسيط مفيد للجسم، لانك لما صمت تورعت لله سبحانه وتعالى، فلا داعي لانك حيت صايم تبقى مفقوع، خاصك تردك شي اللي ما ضاع والو، بالعكس ما ضاع والو، انت كسبتي ماشي ضيعتي. هذا فهذه هو الخطا، ان الناس ملي كيديروا واحد الحميه ولا واحد النظام ديالهم من اجتهادهم ولا يمليوا عليهم الناس، كيرجعوا ملي كينقصوا الوزن كيعاودوا يرجعوا للمصائب ديالهم اللي كانوا عليها. هذه وهذه الاشياء هذه لا لا لا، لا يلزم ان يشوف الناس السبب، السبب هو الاكل، بما ان هذا الشخص تبع واحد النظام ونقص من الوزن ديالو فيبقى على بقى عليه، علاش غيرجع للمكان؟ هو نظام نباتي فيه نشويات وفيه زيت الزيتون، فيه شرب الماء، فيه صيام، فيه حركه، ويعني فقط. اذا دكتور غناخذوا مكالمه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. هل التمارين الرياضيه تخلصنا من الوزن الزائد؟ هل السمنه لها تاثير في تاخر الحيض عند المراه؟ نعم. السؤال الثالث، ماذا عن جراحات شفط الدهون؟ هل هي سلبية أم لا؟ نعم. وشكرا. شكرا. جزاك الله خير. نعم، علي نبدأ بهذه الفكرة ديال تأخر
الدورة الشهرية عند النساء وداخلة في الخلل الهرموني. نعم هناك تأخر، ماشي غير تأخر، هناك خلل حلو. ربما تجي على شهرين، ربما ما تجيش، ربما تجي مرتين في الشهر، نبقى على السمنه. نعم يعني مشكل كبير دابا عند النساء بحال التصاق، التصاق الرحم، على اللوندوميتريوز. اللوندوميتريوز ما كتكونش عند العيالات ديال الباديه. لماذا؟ لانهم كيتحركوا، والعضله اللي كتستافد من الحركه في الجسم هي عضله الرحم. قد ما تحركت المراه قد ما العضله ديال الرحم تكون جيده، ولذلك ما كيوقعش هذا الالتصاق اللي كنسميوه الاطباء لوندوميتريوز. هذه ما كايناش في الباديه يعني، وحتى في المدينه الاطباء ولو كينصحوا النساء كيديروا يعني القاعه كيمشيو يديروا الرياضه. فهنا هذا المشكل ديال السمنه كما قلت هي حقل الامراض. يعني لما كيكون خلل هرموني كيكون خلل هرموني، واكثر من ذلك يعني لا يمكن المراه تحمل. يعني هذه من المستحيل المراه تحمل وهي بدينه لا يمكن، عشان حتى المبيض يعني كتكون واحد الشحمه الشحوم حول يعني المبيض، وكتعطل ديك البويضه، كتعطل ما تنزلش ولا ما كتوصلش كاع نهائيا. وغالبا كتكون سخونه هذيك البلاصه، يعني كتكون ديك الحياه ديال ديك البويضه قصيره جدا، لان الحراره ديال هذوك الاعضاء ما كتكونش حراره الجسم، على يعني كل عضو عنده حراره ديالو. فنعم، وهذا يعني علي ما غاديش ندخلوا في التدقيق الفيزيولوجي، لان عليه كيف الناس خصهم داك الشيء اللي ينفعهم، ماشي ماشي المسائل الاكاديميه. فنعم يا اخت العزيزه، نعم هذه اكيد ان السمنه عندها علاقه وطيده بالخلل الهرموني عند المراه وبتاخر الدوره ولا بتقدمها. نعم. يعني هذه كاينه، ولا حتى بعدم الحمل. الناس هذو العيالات النساء اللي مازال باغيين يحملوا خاصهم يراقبوا الوزن بالعدد، ينقصوا السمنه يحملوا، ما عندهم حتى مشكل، ما ياخذوا حتى شيء. اي شيء كاين بعض الاخطاء اخرى، ان الطبيب ملي كيمشي ليه المريض ما عنده اشياء لابد ما يوصف ليه دواء. علاش؟ لان الطبيب هو موكول ليه دواء، وهو عنده دائما حسن نيه خاصو يوصف دواء. فكنلاحظوا على ان بعض العيالات ما كيتاثر ليه من الحمل، كيتزوجوا عامين وثلاث سنين وحتى اربعه وحتى ثمانيه ماشي مشكل، وكاينين النساء اللي ما حملوا على 12 عام ماشي مشكل. ما ليس هناك اي مشكل. كاينين النساء اللي فقدوا الامال ما بقاوش سميتو، وكاينين الناس اللي شويه ارتبكوا، كتقول له عامين ما حملتش كترتبك. شنو كتمشي عند الطبيب، الطبيب تيقول لها راه كلشي مزيان سيري بحالك، كتعاود تلح عليه. ملي كتلح عليه الطبيب تيقول بغي يسرع لها الحمل كيعطيها هرمونات. ملي كتزاد الهرمونات هذه اللي عطاها الطبيب مع الاشياء الاخرى، كيولي عندنا عندها كثره الهرمونات. كنلاحظوا على ان النساء كيولي عندهم شعر في الوجه ديالهم، على مستوى الوجه كيولي عندهم شعر. علاش؟ لان كتكون واحد الافراط في هذوك استعمال هذوك الهرمونات، وكاين واحد الجسم اللي ما كيتحملش هذيك الهرمونات، وهنا كيلحوا، كيولوا المرضى يلحوا على الاطباء يعطيهم ادويه. يعني هذا هو المشكل، لان بما ان الطبيب قال بان كل شيء سليم وكل شيء مزيان صافي، غير دعي الله سبحانه وتعالى يرزقك المولود، ما كاينش تلح عليه لا اعطيني شي حاجه باش نحمل، ما كاينش. الله سبحانه وتعالى هو الوهاب. فهنا نعم، وهذا حتى هو عنده علاقه. فبعض المرات المراه شنو كيكون عندها سمنه، هي عندها اصلا خلل هرموني، كتزيد تاخذ هرمونات، كتولي في كارثه، كيولي عندها اشياء، ربما تخرج سرطان، يعني ما كتبقاش باغا على الحمل، كيولي تولي غير صحتها ترجع للاصل ديالها، ما بقاش ترجع. يعني كتدخل لواحد المسار خطير جدا. فهنا خاص الناس يحتاطوا. انا قلت بان السمنه هي حقل الامراض، يعني الحقل اللي كاع الامراض كيطلعوا فيه هادو. فهاد الاشياء اللي تكلمت عليها هي مهمه. علاش؟ لان سبقناها في سؤال لنا مهمه. ثم عمليه الشفط، من الاحسن الشحوم تمشي داخليا، تذوب داخليا فيزيولوجيا، وليس عن طريق الشفط او عن طريق العمليه. ولا اللي ما عجبوش الشكل ديال الجسم ديالو بغى يعمل شرمات للتزيين، يعمل شفط للتزيين، ماشي مشكل. غير هو حنا نفضل ان كان الشخص عنده غير مشكله السمنه وباغي ينقص من السمنه، انه يذوب ديك الشحوم داخليا، يعني فيزيولوجيا. اشياء اللي كتحرق الشحوم هي الالياف. الى نقصوا الناس طاقه زائده، الى 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 حبسوا ديك الطاقه الزائده وخذوا الياف خشبيه، فغادي يكون هذيك الدهون كلها غادا تذوب، الجسم غادي لانه كيخزن فيها الطاقه. ملي غادي تنقص الطاقه ديالو غادي يمشي ياخذها من ديك الشحوم، غادي يدوبها وغادي يخدم بها. الحركه، يعني الاخت قالت الحركه، نعم الحركه كتساعد على نقص الوزن، ولكن ما كتنقص الوزن، غير هي الحركه كتحرق هذوك الطاقه اللي زايده ديال اليوم. مثلا ملي كتاكل واحد الوجبه كدير الحركه كتحرك الطاقه، ما كتخليش الجسم يخزن هذيك. اما الاشياء اللي مخزنه والسمنه اللي كاينه، الحركه ما كتنقص منها، انما كتساعد. يعني الحركه لازم، يعني لابد، يعني الحركه لابد، ما يمكنش الانسان يكون ياكل وجالس. نعطيه هنا مثل، وخا الناس ان شاء ما ياخذونيش، فكنلاحظوا على ان حد الحيوانات مثلا الانعام ملي كان ما نكونوش محتاجين لهم كنخليهم كيرعاو في المراعي، كيبقاو يرعاو، كيبقاو الوزن ديالهم مضبوط مزيان، جيدين، الصحه ديالهم كيجريو، كيقفزوا الى اخره. ملي كنحتاجوا لهذيك البهيمه كنحتاجوها كنربطوها وكنعلفوها، يعني جوج العوامل،
كنحبسوها على الحركه ما كتحركش، وكنعطيوها اكل زائد. معنى العلف، العلف اكل زائد. اشنو كتعمل هذه البهيمه؟ هذه كتسمن. كتسمن هنا. هذا بغيت نفهم الناس، واخا هذه الطريقه هذه اختاريتها من الانعام. يعني هذا غير مثال كيف ما كان الحال، ما ياخذونيش الناس على هذا على التبسيط، ولكن لي تبسيط باش الناس يفهموا اكثر. انا هنا شنو بغيت نقول؟ بغيت نكون هناك حدان في التغذيه، حد سد الرمق اللي هو القوت. كيتكلم عليه الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن القوت، والحد الاخر هو حد العلف اللي هو السمنه. الى الناس بغاو يبقى الجسم ديالهم جيد غادي يمشيو بالقوت. الى الناس فاتوا القوت، تعدوا القوت، ولا باغين العلف، غادي يكون عندهم سمنه. جو ان الحل بايديهم، وان يمشيو للانترنت ولا يتراسلوا مع خبراء في الغرب ولا في الشرق ولا في اي شيء. ليس هناك الى حد الان حميه سحريه بدون هذا النظام الغذائي الاسلامي العربي. داك الحميه القاسيه راه كتهلكهم. نعم، الحميه القاسيه فيها خطر، والاطباء يعني الاطباء الان كي ما كيوصوش بالحميه القاهره وكيتشكاو منها. يعني كاين اشياء اللي جات الاطباء استعجاليه. المشكل اللي كيكملوا هذيك الحميه كيرجع لهم نفس الوزن. وليس هناك انسان يقدر على الحميه، شكون هذا اللي يقدر يحدد الحميه؟ ان الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق البشر، هو اللي كيعرف الحميه ديالو. يعني انا لا يمكن ان نتصور اشياء بسيطه ممكن نحافظ على الوزن ديالنا. انا ما عطيتش حميه، انا عطيت الناموس الكوني اللي خلق لعله كون، ان خلق الانسان يتغذى بالحبوب وبالناشئه النباتيه. نحن لا نحرم ما احل الله اللحوم، هي كذلك للولائم وللافراح وذاك الشيء كما تكلمنا عنها. الحليب ان وجد لما لا، ثم الانسان خصو يتحرك، ما خصوش يصرف في الاكل، والاكل ليلا لا، لان الله سبحانه وتعالى جعل الليل للسكون وليس للاكل. حتى ان في الليل الانظمه ما كتخدمش، والعوامل الهرمونيه ما كتخدمش في الليل، لا تعمل ليلا. نعم. يعني الناس اللي كياكلوا ليه كيضيعوا النقود ديالهم فقط. ان الليل للسكون، الا بغى الانسان اشتهى شي حاجه في الليل كياخذ فواكه بحال التمر ولا شي، وكيشرب ماء فقط. ماء.